السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد بادئا بذيبا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجدكم هذا الفيديو في أحسن الحال والأحوال، أنتم وأهليكم وكل من عز عليكم. اللهم أمين يا رب العالمين. في الفترة اللي كان اللي فات كنا في البادية، وكنت في واحد القرية الدوار، وانا راجع الدوار ديالنا بدا البرق تيضرب، وقلت ندير الفيديو هذا باش نبين لكم هذا المنظر الرائع تاع البرق، رغم ان فيه خطورة الانسان يخرج في هذا الوقت تيكون فيه الرعد وبرق شوية صعيبة. مش حامي وانت يحفظ تجي هذيك هي طاقة كهربائية نزلة قوة كبيرة تتم نزلة، لكن الله يحفظني شت ستات لي باتو في الطنوبيل شت دوال الطنوبيل كاين اللي الله يحفظ ديور بو كاين اللي مؤخرا كانوا اطفال تيلعبوا في واحد الملعب وطاحت عليهم مات فيها شي جوج من واحد مات فيها، وكاب ديك البقعة سوداء باقية في الملعب لحد الآن. هي صعيبة إنسان يمشي فيها، أحسن هي طوارع أنا كانت دولك شي ما يمشيش فيها بكف كوني في فضاء كوف فاسح كي هو. الحمد لله الظروف جبراتني باش نقبض الطريق، وكما تشوفوا المنظر رائع، تشوفوا شجار الزيتون هي اللي تبان لكم هكا حافات الطريق، والبرق تيضرب هكا امامي وفعل تاع على اليمين ديالي هكا هكا. هذا منظر رائع، منظر رائع جميل. كما تشوفوا راه الدنيا الليل هادي تقريبا، رغم ان يلا فات يلا صلينا صلاة العشاء الطريق، ولا امطار الحمد لله يا راس فات جات جات كرهت جات طاد واحد العرض زوين تاع الماء ولا غادي في الطريق. وداك الشيء كما تشوفوا راه الطريق راه عامر بالماء المياه الحمد لله، هذا فضل من الله. انا كما تشوفوا ترى برق تاع اليمين تاع يضرب، والحمد لله راه الرعدة تجي مزيانة مهمة اللي مهم فيها، وانا تلصقت كمية كبيرة هذا الوقت وجيز، وهي اللي تتعمر صراحة هي اللي تتملأ السدود. انا مؤخرا السدود راه حط واحد الشح مائي مو، لان هذا السدود راه ولات شبه جافة. هذه وصلت نسبة 5% 10% نسبة ضئيلة، وللأسف هاد السدود راه تمول مدن بالماء الصالح للشرب. كما تيهضرو حتى انهم غادي يقطعو الماء فترات، رغم ان هذا سميتو هاد الاشكال كان في مدن اخرى. كاين مدن اخرى كاين اللي قطعو عليهم المياه اسبوع كامل، اسبوع كامل تيقطعو عليهم، وراه يصبر المنادم اي حاجة الا الماء. الماء ما يقدرش يصبر عليه الانسان، لانه لولا راه ما تيحتاجو في الشرب، تيحتاجو في غسل الملابس ديالو، تيحتاجو في الوضوء، دورة المياه، بزاف بزاف الامور. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا هذه النعمة يا رب، اللهم أديمها علينا يا الله نعمة الماء، وارزقنا اللهم يا رب شكرا نعمك. اللهم لك الحمد والشكر يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الرعد راه عنده واحد التكر تيغبر عليه الناس بزاف، سمعتوا الصوت تاع الرعد، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده
والملائكة من خيفته. الدعاء تاع الإنسان يسمع البرق، يسمع الرعد، الصوت ديالو تيقول هذا الدعاء. مهم. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الحمد لله من الشكر طريق جميلة حق حق المشي بادية الليل رائع وانطاح. ماذا تسمع إلا ذلك تفاضع نقيع نقيع التفاضع نقيع أو نقيع ناعق نقيع لكم. أتمنى نكون ما أخطأتش في الصوت تاع التفاضع تسمعه هو اللي تسمع أو لا هذاك ما يسمى مجلم ما عرفتش اللغة ديالو بالعربية. واحد النوع تيشبه الجراد ورقيق ورق رقم صغير في الحجم ديال الجراد تيكون تيغوت بالليل. أعطاه الله واحد الصوت يا سلام، خاصة إلى كان في البيت ما يخليك ما زعما لا يتركك أنك تنام زعما يعني يكون الصوت عنده مرتفع. يا لا بلا منطورة توصلوش الإشعارات من اليوتيوب خلوا القناة ديالي شوفوا الجرس واش مشغلين ولا لا. اللي كان مشغل يديروا ما توصلوش الإشعارات يدير عاود يلغي شغل الجرس وعاودوا تاني يضغطوا عليه ويشغلوا الفيديو تاع الصفات تاع الصوت. للأسف الشديد بزاف تاع أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة